استأنف الدولي الجزائري فوزي غلام التدريبات مع نادي نابولي الإيطالي يوم الخميس حسب ما أكده الموقع الرسمي للنادي. وكانت أنباء كثيرة أثيرت حول مستقبل الظهير الأيسر الجزائري بعدما تألق بشكل ملفت للانتباه في مونديال البرازيل، خاصة في مباراة الدور الثمن النهائي أمام المنتخب الألماني التي قدم فيها 120 دقيقة قوية. لكن إدارة الجنوب الإيطالي رفضت مناقشة جميع العروض التي وصلتها وأكدت تمسكها الشديد بخدمات لاعب نادي سانتيتيان السابق. هذا وكان غلام قبل التحاقه بتدريبات نابولي قد نشر في صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة ظهر فيها يتدرب رفقة زملائه السابقين في نادي سانتيتيان.